فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثير يكتبون فداك أبي وأمي يا رسول الله، أليس في هذا شرك حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات؟ لا، ليس هذا دعاء للرسول، ليس دعاء حتى يكون شرك، إنما هو فداء. والرسول يفدى بالنفس وبالمال وبالوالدين وبكل شيء، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، لا بأس بذلك. نعم.